بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنأخذ اللي هو تكملة الشرح على تطبيقات على الاشتقاق. احنا أخذنا في تطبيقات على الاشتقاق اللي هو تزايد والتناقص والقيم القصوى اللي هي الاكستريم فاليوز، سواء لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم وابسوليوت ماكسيمم وابسوليوت مينيمم، وشفنا وين الاقتران بيكون متزايد ومتناقص. اليوم بنشوف كونكيفيتي. كونكيف يعني مقعر، كونكيفيتي اللي هي التقاعر، كونكيف اب مقعر لاعلى، كونكيف داون مقعر لاسفل. سكشن 4 4 كونكيفيتي اند كيرف سكتشنج. ايش يعني سكتشنج؟ رسم المنحنى. بيبدأ بالتقاعر. احنا مر معنا قبل هيك في توجيه انه لما بنشتغل التقاعر بنشتغل على المشتقة الثانية، صح؟ اذا كانت المشتقة الثانية موجبة يكون مقعر لأعلى، اذا كانت سالبة مقعر لأسفل. طيب يبقى لو كانت عندي الاقتران f of x continuous on the closed interval a و b و differentiable on a و b، اذا كانت المشتقه الثانيه اكبر من صفر على a و b ايش بيكون؟ مقعر لاعلى. نقول هنا F is، أو طبعاً لما أقول F is يعني ال curve of F، تمام؟ لما بحكي بقول الاقتران مقعر على المنحنى، الاقتران مقعر. F is ال curve of on A، وبكون شكل المنحنى بهذه الصورة. concave up مقعر لأعلى، يعني تجاه الفتحة لأعلى. لو كانت f دبل برايم اوف x اقل من صفر on a و b يبقى f is concave down on a و b. طبعا هذا عملنا هيك تكون هذه a وهنا b، على الفترة هذه بدها تكون هي a و b اللي يكون عندي بالصورة من a الى. طيب طبعا احنا اخذنا برضو اختبار المشتقه الثانيه للقيم القصوى، قيمه عظمى محليه او صغرى محليه باستخدام المشتقه الثانيه، صح؟ طيب لو كانت المشتقه الثانيه موجبه عند نقطه تكون ايش عندها؟ صغرى محليه. لو المشتقه الثانيه موجبه عند نقطه تكون صغرى محليه، يعني عكس عكس الواحد بتصور لما تكون المشتقة الثانية موجبة يبقى عظمى، سالبة يبقى صغرى، لا خلف خلاف. إذا المشتقة الثانية مثلا اف دبل برايم عند الاثنين موجبة يبقى عند الاثنين قيمة صغرى محلية، إذا كانت المشتقة الثانية عند نقطة سالبة تكون قيمة عظمى محلية عند هذا. طيب احنا الديفينيشن أو التعريف تبعنا على الكونكيفيتي اللي هي التقاعر، بقول إذا كان الاقتران المشتقة للاقتران على فترة معينة موجبة، يعني زي ما نقول ها نقول ها زي ما قلنا نعمل أو كنت تعمل في الثانوية كنا نقول هنا إشارة F دبل برايم وتقعر F، مظبوط؟ إشارة بالإنجليزي يعني إيش؟ بالانجليزي ساين سيجنال اللي هي الاشاره، هنا بنقول ساين ساين اوف الاشاره، وهنا التقاعر هي كونكيفيتي اوف. فانا بقول ها لو كان عندي نقط المشتقه الثانيه عندها صفر، المشتقه الثانيه صفر وهان مثلا موجب وهان سالب، هان موجب على فرض، المشتقه الثانيه عندها مقعر لاعلى لاسفل لاعلى، تمام؟ في ناس ممكن بوصلوهم مع بعض المنحنى، ما عمل كل واحد لحاله بيجي، لما يكونوا مع بعض برضه ما بضرش.
وتكون هنا عند نقطة إيش؟ للعقاب. يكون مزبوط. هو مجرد زي ترجمة للإنجليزي من عربي للإنجليزي، إعادة تذكير بالمفاهيم السابقة. ما فيش موضوع يعني صعبة أو مرتش عليه، نادر ما تلاقوا حاجات ما مرت. فنرجو أنكم تتذكروا ابصر. طيب أوكي، الآن نشوف إكزامبل. بقول لي determine the concavity of fx equals x cubed. x تكعيب. ابحث إشارة الاقتران، ابحث إشارة الاقتران fx تساوي x تكعيب. ابحث تقاعر الاقتران، تقاعر قبل ما أمزح. وين المشتقة الثانية موجبة يبقى كونكيف أب، وين سالبة كونكيف داون. أوكي طيب، احنا قبل ما نرسم عارفين رسمة الإكس تكعيب كيف؟ صح حافظينها؟ طبعا الكلام كله لازم بيصدق بعضه، مظبوط؟ واضح انها عشان الصفر كون كيف داون، وبعد الصفر كون كيف أب، صح؟ اوكي اوكي نشوف احنا هذا الكلام مضبوط ولا لا. عندي f of x تساوي x تكعيب، f برايم of x ايش بتساوي؟ 3 x تربيع، f دبل برايم هتساوي 6 x، 6 f دبل برايم of x تساوي 0. عشان اعين نقطة الحرج يعني بدي تغير لي او تحدد لي الدومين وين موجب وين سالب، ما ينفعش احط هان تساوي 0 ولد قبل هيك، اللي بتحطها يساوي صفر فيه غلط وفيه خصم. لازم ابدا من جديد، وين المشتقه تساوي صفر؟ المشتقه الثانيه، هذا امبلايز انه 6 اكس تساوي صفر، امبلايز انه اكس تساوي صفر زي ما قلنا عند الصفر. باجي بعمل الان هاي الاشاره، بنحط الصفر وهنا ساين اوف اف دبليو، هذا البيهيفيور او بنكتب سلوك الاقتران. طيب الان المشتقه الثانيه، هي المشتقه الثانيه صح؟ اقتران خطي على اليمين ان شاء الله مشابهه وعلى الشمال مخالفه. لما تكون المشتقه الثانيه سالبه وموجبه، هي فعلا اللي قلناه على الشمال الصفر يكون كيف اب وعلى اليمين يكون كيف داون. من هذا الشكل باجي بقول اذا f is concave down، مش من الشمال لليمين معلش، وهنا نعتبرها on سالب من النهايه لعند الصفر، and concave up on صفر وما لا نهايه. طبعا ممكن اضيف الصفر، ممكن ينضاف الصفر إلها أو ينشأ كل واحد، لأن أنا ما بحثش التقاعر عند الصفر نفسه عند النقطة الواحدة، لا تبحث صح؟ زي ما بحدد هل الاقتران فترات التزايد والتناقص، كنت أقول لكم في السكاشن السابقة كنا نقول ممكن أعمل فترة التزايد والتناقص، ممكن أعملها مفتوحة أو مغلقة، التنتين بنفع، تمام؟ على التزايد والتناقص. يعني هذه الفترة ممكن أعملها هيك أو أعملها مغلق، تمام؟ هاي عرفنا وين المقعر الأعلى وين المقعر الأسفل. طيب points of inflection، نقاط الانعطاف، inflection اللي هي زي الانعكاس أو بنعرف نقطة الانعطاف أو الانفليكشن بوينت، هي النقطة التي يغير الاقتران اتجاه تقعره عندها. يعني اذا كان قبلها مقعر لاعلى وبعدها لاسفل اذا هي انفليكشن بوينت، اذا كان قبلها لاسفل وبعدها لاعلى انفليكشن بوينت، من اعلى لاسفل او من اسفل لاعلى، من اعلى لاعلى ومن اسفل لاسفل لا توجد نقطه انعطاف. تذكروا مثال مر عليكم في توجيه الاقتران انه ما فيش نقطه انعطاف زي ايش؟ مثال يعني مشهور معروف
ممتاز، هي سين أس أربعة وإكس أس أربعة. إكس أس أربعة بتلاقي الرسم تبعتها بتيجي بالصورة هيك وهيك، صح؟ هاي زي تقارب، بلاش أعمل بصبع، بلاش خلص. بعمل هيك وهيك، مظبوط؟ هاي هذا تقارب لأسفل وبعد تقارب لأسفل، صح؟ بكون أفضل. فهذه مثال على إنه مش دائما في نقطة تقارب، حتى وإن كانت المشتقة الثانية بتساوي صفر. إحنا بنقول وين المشتقة الثانية؟ في إلها نقط تقاعد أو آسف نقط انعطاف في المشتقة الثانية عندها بتساوي صفر، والعكس ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، صح؟ لأنه ربما تكون المشتقة الثانية عند نقطة تساوي صفر ولكنها ليست نقطة انعطاف، صحيح؟ أوكي. يعني لو قلنا إكس أس أربعة إيش هيصير عندي الكلام؟ أشوف إكس أس أربعة يبقى اف الرايم اوف اكس تساوي 4 اكس تكعيب، ومنها اف دبل رايم اوف اكس تساوي 12 اكس تربيع، 6 اف دبل رايم اوف اكس تساوي 0 بلايز 12 اكس تربيع تساوي 0 قسمه على 12 بتروح ايضا يبقى اكس بتساوي 0. ماشي الحال، هذا الصفر. طب انا بدي اعوض المشتقه الثانيه، تربيع دائما موجب، عمرها بتطلع سالب، ايش ما تاخذي قبل وبعد يبقى موجب، موجب يبقى كون كيف اب كون كيف اب يبقى نوت انفليكشن بوينت اند اكس بتساوي صفر. على الرغم من انه المشتقه الثانيه عندها بتساوي صفر لكنها ليست نقطه انعطاف، تمام؟ اوكي. يبقى عند نقطه الانعطاف بتكون المشتقه الثانيه صفر والعكس ليس صحيحا بالضروره، مش ضروري يكون صح، احيانا بيزبط واحيانا ما بيزبطش. طيب الديفينيشن زي ما هو عندنا، اف اف از كونتينوس اون ان اوبن انترفال كونتيننج سي، لازم تكون الاف كونتينوس متصل طبعا عشان يكون قابل للاشتقاق، حتى لو كان غير متصل يكون غير قابل للاشتقاق، ومن وين تجيب المشتقه الثانيه، صح؟ اوكي. If f is continuous on an open interval containing c and f it changes the direction of its concavity at c، تغير من اتجاه تقعرها عند c او حول c، then c c and f of c is called an inflection point، نقطة انعطاف. النوت اللي حكيناها الان عشان لو بدكوا ترجمة او حاجة، at the inflection point إذا كانت هي فعلا نقطة انعطاف، at the inflection point c and f of c either f double prime of c equals zero or f double prime of c fails to exist، غير معرف عند المشتقة الثانية. The converse need not be true، take y تساوي x أس أر، تمام؟ يعني the converse يعني العكس ليس بالضرورة يكون صحيحا، وهي كاتب لكم المثال. Example for the function of x تساوي x بس 5 على 3 find intervals of concavity and inflection. تعطيني الاقتران، هذا اقتران مرفوع لأس كسر مش اقتران كبير حدود. x أس 5 على 3 وعايز أنحدد intervals of concavity and inflection points. وين؟ حدد فترات التقاعر ونقط الانعطاف. سأليني شيء خارج الموضوع. ممتاز، خليك حكيك ولي حالك الآن. بدنا نجيب وين فترات التقاعر والانعطاف، إيش بدنا نجيب؟ طبعا السؤال أو example find of and اختصار ممكن نكتبها هيك points if f of x تساوي كذا، أساس إنه قررناه أو مكتوب قدامكم، يعني ما حبيت أكتب بس يلا عشان
على اللوح يكون إشي موجود. الآن عندي F of X تساوي X أس 5 أبعاد، يبقى F برايم of X البسط ناقص المقام عن المقام 2 أبعاد. هذا المشتقة الأولى. المشتقة الثانية 10 على 9 صح؟ X أس زائد 2 صح؟ طيب هذه بالمنظر هذا لو قلنا هون بتساوي صفر حنقول هنا بالصفر، وهذا غلط. هذا غلط، ما فيش لها اصفار لانه الاقتران الاس بالسالب ما بفسروش، احاول اس موجب عشان استوعب شكل الاقتران، وبالتالي هذه بتصير 10 على 9 في 1 على اكس اس ثلث. الاكس اس ثلث عباره عن ايش؟ جذر التكعيب، يبقى 1 على الجذر التكعيبي للاكس، يبقى هذا عباره عن 10 على 9 في الجذر التكعيبي، وما تلزقوش التسعة في الثالث. واضح انه اف دبل برايم لا تساوي الصفر. ليش؟ لأن البسط لا يساوي الصفر. طبعا اصفار الاقتران عند اصفار البسط. بنقول هان كليرلي اف دبل برايم اوف اكس لا تساوي صفر، سنس انه العشرة لا تساوي الصفر. لازم البسط اللي ممكن، لو في اكس كان قلنا and f double prime of x is undefined. خشينا على النص الثاني. is undefined at x يساوي صفر. خدوا بالكم من هان دومين ال f ايش بيساوي؟ R ليش؟ طيب R لو تدير حدود. أيوة هذه عبارة عن R. خذوا بالكم F of X اللي بتساوي X أس 5 على 3، هذه الجذر اللي جوا على برا X أس 5، فهذا تكعيب. تكعيب يقول يوم اللوم يعني يبقى الدومين R. صح 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 مزبوط. يبقى هان دليل الجذر الفردي يبقى حسب دومين اللي جوا، اذا دومين ار يعني كل القيم مقبوله بما انها الصفر. هذه في المشتقه غير معرفه، المشتقه الثانيه غير معرفه، لكن الاقتران معرف ومتصل كل حاجه، صح ولا لا؟ دومين وكل ار. اوكي اف دبل برايم از انديفايند ات اكس بتساوي زي. الان بدنا نروح ندور على الكونكريت، هذا اشيلها نروح نشتغل على الكونكريت. هاي الصفر، انا بدي اقول هنا اشاره اف دبل برايم او سلوك، مش هقول سلوك، هقول تقاعد. احنا تقاعد اف، هذا تقاعد، تقاعد. طيب عند الصفر المشتقه الثانيه غير معرفه، ما اقدرش احط فوق هسه. طيب هاي المشتقة، هذا الاقتران البسط اشارته موجبة دائما 10، العشرة مرة بتصير مرة موجبة مرة سالب، يبقى والتسعة زيها، يبقى القصة حسب الاكس. إذا اكس سالبة بيطلع ما تحت الجذر سالب، يبقى الاقتران سالب. إذا كان ما الاكس موجبة يبقى الاقتران موجب. إذا حسب، إذا اكس موجبة يعني تاخذ قيمها بتكون موجب، وإذا سالب بتكون هذا ايش؟ سالب. هنا يكون كيف داون، وهنا يكون كيف اب. تمام. طيب هل الصفر هو نقطة من نقط الدومين ولا لا؟ لا. ليش انا قلت لكم ار هنا؟ صح. وفي التعريف عشان اضمن الصفر هو غير تقاعده عندها، صح؟ المشتقة الثانية مش معرفة لكن الاقتران معرف عنده متصل، صح؟ وبالتالي هل هي مرشحة انها تكون نقطة انعطاف ولا لا؟ قلنا احنا الانفليكشن بوينتس وير اف دبل برايم ايكوال زيرو اور انديفايند، العكس العكس. اف ذير از ان انفليكشن بوينت ذن اف دبل برايم ايكوال زيرو اور
undefined. إذا في كان نقطة انعطاف عندها نقطة معينة فالمشتقة الثانية عندها إما بتساوي صفر أو غير معرفة. كيف أنا بأحكم إنه للاقتران في نقطة انعطاف؟ إذا كان يغير اتجاه تقاعده حول هذه النقطة، وهذه النقطة لازم يكون اقتران معرف عندها. الاقتران مش المشتقة، الاقتران يعني ضمن الدومين. إذا كان متصل عندها ويغير اتجاه تقاعده هي نقطة انعطاف. مزبوط ولا لا؟ ارجعوا للديفينيشن. الديفينيشن بيقول if f is continuous on an open interval containing c، continuous متصل على فتره مفتوحه تحتوي c، متصل على كل الدومين. اوكي الان بقدر اقول اقتران ماله؟ اذا f is down، خلينا نقول من الشمال لليمين، or سالب من النهاية إلى صفر، and concave up on zero وما إلى النهاية. F has an inflection point at صفر و F الصفر. إيش F الصفر؟ هذا الاقتران هو جذر الصفر صح؟ اللي هي بتساوي لنا صفر وصفر. إذا في نقطة انعطاف عند النقطة صفر وصفر. اللي عندها أي سؤال تسأل. بعيد ثاني، قول. أخذنا إيش؟ على خط الاعداد. يبقى انا وين بدور؟ مين النقطه الاحمر؟ اصفار البسط واصفار المقام. وين المشتقه بتساوي صفر او المشتقه الثانيه طبعا؟ وين المشتقه الثانيه بتساوي صفر؟ وين المشتقه الثانيه غير معرفه؟ تمام؟ هذه النوت اللي كتبناها، النوت. ارجعوا تحت الديفينيشن في نوت مكتوبه. مظبوط؟ نعم. point C و F of C either F double prime of C يعني عند C بتساوي صفر or F double prime عند C is undefined يا غير معرف يا إما بتساوي S. طيب هذا اللي حكينا قبل شوية بالعربي لما قلنا اختبار المشتقة الثانية ذا القيم القصوى صح؟ لو كانت المشتقة الثانية عندها نقطة موجبة صغرى محلية، وإذا كانت المشتقة الثانية عندها نقطة موجبة الحين بنوضح الكلام. طلع معي في الديفينيشن إيش بقول؟ نظري مش ثيوري، مش ديفينيشن. اختبار المشتقة الثانية اللي هو second derivative test for extreme او local extreme. النظريه بتقول suppose f double prime is continuous on an open interval containing c. لو الاقتران متصل على فتره، الاقتران متصل على فتره تحتوي النقطه c. طيب الان f is continuous on an interval C internal point أو internal point نقطة داخلية. طيب عشان أقول أو أرشح C يكون للإقتران عندها قيمة عظمى أو قيمة صغرى لازم تكون المشتقة الأولى عندها بتساوي صفر ولا لا؟ احنا في اختبار المشتقة الأولى ايش كنا نعمل؟ هي ما اخذنا فترة الزيادة والتناقص والقيم القصوى باستخدام المشتقة الأولى. انا بدي اذكر كانت عندي f of x تساوي لمثال بس x تربيع ناقص 4x مثلا،
بقول لك حددي فترات التزايد والتناقص والقيم القصوى للاقتران. شكون نجيب اف شرطة اكس تساوي 2 اكس ناقص 4 وبعدين بنحطها تساوي 0 يبقى 2 اكس تساوي 4 ومنها اكس بتساوي 2 صح؟ الاثنين هي النقطة اللي بتخلي المشتقة تساوي 0. طب جربها هاتي لي اف شرطة الاثنين ايش بتساوي؟ 2 في 2 اكيد لازم تساوي 0 لان اصلا حطيت هذه الصفر وحليت هذه الحالة غير مرادة. فاكيد عند المشتقة عند النقطة هذه بكون المشتقة بتساوي 0. بروح بحطها على خط الاعداد وببدأ ابحث الاشارات. خطين لها مشابه مخالف متناقص متزايد. ايش الاقتران عند الاثنين؟ قيمة صغرى محلية صح؟ لوكال مينيموم. لوكال مينيموم عند اكس بتساوي 2. الان انا بدل ما استخدم اختبار المشتقة الاولى بدي اروح استخدم اختبار المشتقة الثانية. مين النقطة اللي انا بدي ارشحها يكون عندها ابحث حواليها اللي هي وين المشتقة بتساوي 0؟ فانا لما بدي احكي عن السي هل عندها قيمة عظمى محلية او صغرى محلية باستخدام المشتقة الثانية لازم اول حاجة تكون اف شرطة عند السي بتساوي 0 اند بعدين بروح اطبق اختبار المشتقة الثانية على السي تمام؟ اند اف دبل برايم عند السي نقول مثلا بديش اخبط اكبر من 0 المشتقة الثانية عند نقطة اكبر من 0 يعني موجب ايش بكون عندها قيمة عظمى ولا صغرى؟ صغرى صغرى محلية صح؟ طيب بلاش المشتقة الثانية انسوا السي المشتقة الثانية ما تكون موجبة ايش نوع التقعر؟ لا اعلى ولا لا اسفل صح ولا لا؟ الحين خلصناه لا اعلى ولا لا اسفل مصدقات؟ لا اعلى يبقى هيك يعني في قاع يبقى عظمى ولا صغرى؟ صغرى صح ولا لا؟ لو ربطناهم ببعض ما نخربطش. وبالتالي هنا المشتقة الثانية أكبر من صفر هذا ملايز إنه F has local يكون هنا عندي إيش؟ المشتقة الثانية يعني وين دوري؟ وين تكون السي ضمن فترة؟ ضمن فترة F شرطين عند السي حتى أشوف هنا أشوف على المثال هل اتفقنا إنه عند اثنين إيش؟ صغرى محلية من شغلنا الأولاني أشوف هنا عشان نستوعب الكلام. اف شرطة اكس ايش بتساوي؟ 2 اكس ناقص 4 اف دبل برايم اوف اكس يساوي 2. طب هذه لي اف شرطتين عند الاثنين تطلع 2 مش عشان هالاثنين طلعت 2 لا لا لو قلت اف شرطتين عند الخمسة حتقولي 2 صح؟ هذا الاثنين الجواب اللي هنا موجب ولا سالب؟ ما دام المشتقة الثانية موجبة عند الاثنين يبقى قيمة صغرى محلية عند الاثنين صح؟ يبقى عند الاثنين هو إذا الاثنين وأف الاثنين قيمة صغرى محلية قديش أف الاثنين؟ 2 وعوضي 2 تربيع 4 ناقص 8 يبقى هذه نقطة قيمة صغرى محلية للاقتران واضح؟ كمان مرة آية احنا بنكتب النظريه وبدنا نطبق عشان اشوف او استخدم اختبار المشتقه الثانيه احيانا اختبار المشتقه الثانيه بيفشل ما بيزبطش معنا صح نضطر نرجع لاختبار المشتقه الاولى فاحنا متذكرين المشتقه الاولى لسه حلينا بنجيب المشتقه الاولى وبتساوي صفر بنجيب المشتقه الاولى بنساويها بالصفر بيطلع رقم ببحث الاشاره قبل وبعد متزايد متناقص عظمى متناقص متزايد بعدين صغرى خلصنا في الاولى يعني لو ما نفعش الثاني بنرجع للاولى طب الان احنا على الثاني مشتقه الاولى ومشتقه الثانيه باخذ المشتقه الثانيه اسف باخذ المشتقه الاولى وبسويها بالصفر انا هنا احط اف شرط تساوي صفر ات اكس بتساوي ايش لانه حلينا المثال قبل الان وين المشتقه الاولى بتساوي صفر باخذ الرقم وببحث احنا لا مظبوط ابحث عن 2 عوض عن 2
ايش بيطلع عندي؟ اثنين. ايش الاشاره؟ موجب. اكبر من صفر. المشتقه الثانيه اكبر من صفر بايش؟ لوكال ميني. يبقى اذا كانت اف دبليو برايم اوف سي اكبر من صفر هذا بلايز انه عند سي واف سي ايش يكون عندي؟ ايش هذا؟ مضبوط ها؟ لوكال ميني. لو كان اف برايم اوف سي تساوي صفر ان اف دبليو برايم اوف سي اقل من صفر يبقى سي واف سي لان اقتران عندها لوكال ماكسيم. طيب لو كانت اف برايم اوف سي تساوي صفر ان اف دبليو برايم اوف سي تساوي صفر لا هي هيك ولا هيك؟ تمام. الاختبار يفشل او يفشل الاختبار. The test fails. The test fails زي ما مكتوب عندنا في النظري. مثال على هذا الكلام. بدي اجيب وين المشتقه بتساوي صفر. ما بتساويش صفر خلاص ما بينفعش. مش هيزبط عندي. اختبار المشتقه اذا ما ظبطش اختبار المشتقه الثانيه بضطر ارجع لاختبار المشتقه الاولى. بدك تجيب وين المشتقة الأولى بتساوي صفر، هيك نص النظرية. صح؟ وين المشتقة بتساوي صفر؟ وببحث عندها، يعني نطبق اختبار المشتقة الثاني عند أصفار المشتقة الأولى. هيك نص النظرية، تمام؟ كويس؟ أوكي، ما بدورش وين المشتقة وين المشتقة الأولى غير معرفة. بدورش. هذه وين بتلزمني المشتقة الأولى غير معرفة؟ عند الكريتيكال بوينتس، عند اللي هي وين القيمة العظمى أو الصغرى المطلقة بنفع عندي، مضبوط ولا لا؟ طيب هاو تو جراف وذ واي دبل برايم، هيك احنا ما خدناش اختبار عليه هذا، ما خدناش مثال عليه، اه؟ أو مش مكتوب عندنا مثال، لا بدنا نشوف لنا مثال من عندنا ونجرب. يعني مثلا بدي اخذ من السؤال الاول في التمرين اخذ سؤال 10 بديش جراف سؤال 10 واي انتوا ما لكوش في دوروا على الرقم بدنا ناخذ لنا سؤال وان شاء الله بيطلع خفيف علينا على المعده ونقدر نستوعب ضروري هان بدنا مثال واي بتساوي أربعة إكس تكعيب ناقص إكس أس. إيش بده؟ إحنا بدنا باستخدام اختبار المشتقة الثانية عين اللي هي القيم القصوى للاقتران. Apply the second derivative test to determine the local points. أو local extrema to the function. بدنا نحدد النقط القصوى للاقتران هذا باستخدام اختبار المشتقة الثانية. طيب الآن بدنا نجيب أول حاجة إيش؟ خلينا نقول let y تساوي f of x عشان نقول f الكذا بكون أريح لي. أنا من عندي بدي أبدأ سوي 4 x تكعيب ناقص x أس أ. نقول f prime of x إيش بتساوي؟ 12 x تربيع ناقص 4 x تكعيب f دبل برايم اوف x تساوي 24 x ناقص 12 x تربيع. طيب نشوف وين المشتقه الاولى بتساوي صفر صح؟ بعدين نطبق اختبار المشتقه الثانيه نقول له هنا ست f برايم اوف x تساوي صفر هذا بلايز انه 4 x تكعيب ناقص x اس وين رحنا؟ لا 12 اختبار على المشتقة الأولى هذا بلايز 12 تحت أحسن 12 إكس تربيع ناقص 4 إكس تكعيب تساوي صفر بقدر أقسم على 4 ولا لا؟ وآخذ إكس تربيع على المشترك بينفع؟ لو قسمها على 4 بضل عندي 3 يبقى هنا عندي
3 اكس تربيع هاي اكتبها انا بالمره 3 اكس تربيع ناقص اكس تبعيد تساوي 0. الان عشان احلها بدي اخذ اكس تربيع عن المشترك بضل عندي 3 ناقص اكس تساوي 0 ومنها اكس بتساوي 0 او اكس بتساوي 3 تمام. الان بدي احمل هذول النقطتين واروح على المشتقه الثانيه سمي هذه واحد تمام نقول سبستيتيوت في 1 سبستيتيوتينج انه بالتعويض في 1 يبقى اف دبل برايم عند الصفر عند الصفر تساوي صفر ما ظبطش اف دبل برايم. طيب نشوف هذا نرجع لايش؟ لاختبار المشتقه الاولى صح؟ المشتقة الأولى عندها بتساوي صفر والمشتقة الثانية بتساوي صفر هنا فشل الاختبار الثاني يحدد لي مضطر أرجع لاختبار المشتقة الأولى. الآن اف دبل برايم عند الثلاثة ايش بتساوي؟ نعود هون ها 24 في 3 72 صح؟ ناقص 9 في 12 108 108 9 في 12 مظبوط؟ 108 عادي هيطلع عندي بايش؟ بالسالب اللي هي سالب قديش؟ 36 صحيح؟ 36 حيطلع عندي سالب 36 واضح عند الثلاثة قيمة عظمى محل يضل عندي عند الصفر ابحث عند الصفر برجع للمشتقة الأولى نرجع للمشتقة الأولى. طيب نقول هنا اف هاز اذا اف هاز الوكا ماكسيمم ات اكس بتساوي 3 صح؟ وير اف الثلاثة ايش بتساوي؟ ارجع اعوض على القرار الاصلي كثير 4 في 81 4 من 30 ناقص 84 مضبوط هنا 81 3 اس 4 لا 27 بس هذا 4 في 27 4 في 27 4 في 7 28 180 مضبوط؟ 4 في 27 28 مضبوط ناقص 81 ايش بيطلع؟ 27 فبتطلع هنا 27 يعني عند النقطة 3 و 27 عندنا قيمة عظمى محلية. الآن بنقول اختبار المشتقة الأولى اختبار المشتقة الثانية يفشل لتحديد نوع القيمة القصوى عند الصفر فبنضطر نبحث مين؟ المشتقة الثانية وي تست x equal 0 on the first derivative test بدور عمل الخط بحط الصفر انا ما بعنيش اللي هي الثلاثة ماليش دخل انا بدي حوالين الصفر قبل الصفر وبعد الصفر هاي بنسميها خذي عدد هاي المشتقة الأولى هاي خذي عدد قبل الصفر سالب واحد سالب واحد مع هذه هي 12 وهنا سالب واحد في سالب موجب معنى 12 يبقى موجب هاي سالب هنا موجب ناخذ بعد الصفر 12 ناقص 4 موجب برضه اذا يبقى متزايد متزايد لا توجد قيمه قصوى للاقتران عند اكس بتساوي صفر صح ولا لا؟ اذا لا توجد قيمه قصوى للاقتران عند اكس بتساوي صفر إذن f doesn't have a local extreme مش هقول ماكسيموم ولا at x يساوي يبقى اللوكال ماكسيموم او الاكستريم فاليو الوحيده هي عند 3 27 يكون عندي لوكال ماكسيموم هذا حل سؤال من التمرين طبعا هو في الامتحان في التمرين بيقول لي اجراف ذا فانكشن ارسم منحنى الاقتران
ورسمه من حياتنا احنا عارفين مشتقه اولى مشتقه ثاني تزايد تناقص تفاعل وبعدين رسم خط عام او شكل عام للمنحنى. عندنا الجديد احنا في هذا الموضوع اللي هو الاقتران النسبي. في الثانوية العامة كان عندنا كل الرسم بولينوميانز من هذا النوع، وهذا النوع يعني متعودين عليه. فاحنا بدنا نتعرف كيف ارسم منحنى اقتران نسبي. تذكروا النسبي، البسط كثير حدود المقام كثير حدود، غير على الاقتران الكسر صح؟ الفراكشنال فانكشن او الكوشنت فانكشن. طيب نشوف احنا نرجع للمثال اللي عندي. الحين في سؤال على المنتسبي، انا تخرجت منتج في المنطقه العربيه والصفر. لو الحين نسال الكسري ما الحين نحل الكسري، نحله كامل، كل نجيب تقرير كامل عنه. تمام، بنذكر احنا الخطوات اللي كنا نستخدمها في توجيه، هي مكتوبه عندنا ملخصه في قاعده كيف انا برسم منحنى اقتران باستخدام كتطبيق على الاستقاق. طبعا ممكن ارسم منحنى الاقتران اني اكون جدول واعوض عن قيم اكس واطلع قيم واي المقابله واعمل جدول وارسم صح. ممكن ارسم المنحنى باستخدام الكمبيوتر او باستخدام الجوال على تطبيقات. لا، في الامتحان ايش بيقول لي؟ لما يقول لي جراف او سكتش ذا جراف اوف ذا فولوينج فانكشن، جراف بتيجي معنا منحنى وبمعنى ارسم برضه. سكتش ذا جراف اوف ذا فولوينج فانكشن وخلاص، ايش معناها؟ كيف ما ارسم يبقى المفروض احط لك صح؟ معناها لازم نجيب المشتقه الاولى، المشتقه الثانيه، نسوي الاولى بالصفر، نطلع التزايد والتناقص والقيم العظمى او الصغرى، واذا بدك تاجليها للمشتقه الثانيه انت حره، بفضل على المشتقة الأولى أحسن أول بأول. بعدين بنروح على المشتقة الثانية، بنجيبها بنسويها بالصفر، بنحدد فترات التقاعد لأعلى ولأسفل. بعد هيك في الاقتران النسبي بتدور على خطوط التقارب الأسيمتوتس. كويس؟ وين في خطوط التقارب الاقتران؟ هوريزونتال وفيرتيكال وأوبليك. قلنا مستحيل الثلاثة يجتمعوا، أو بالأصح الهوريزونتال والأوبليك بيجتمعوش، يا هذا يا هذا. اما الفيرتيكال بيكون موجود ان وجد اصفار للمقام، ان وجد. في حالات بيكون فيش اصفار للمقام اكيد، زي ايش؟ زي ما يكون عندك المقام عدد بيكون كان يعني لو كان في المقام خمسة بيكون خمس كذا. لما يكون في المقام مثلا مجموع مربعين اقول اكس كبير زائد واحد، ملوش اصفار صح ولا لا؟ وفيش أصفار ولا فيش إله فير، كونش إله ما عليه. فإحنا بدنا ندور على خطوط التقارب الموجودة برضو ونضمنها ضمن الحل، وهذا الجزء الجديد عليه. أولاً اقتران كسري وما يشمل من خطوط تقارب يكون عندنا درس جديد. طبعاً هن الأهم عندنا، لأنه إحنا تم اختباركم في الثانوية على اقترانات كثيرات الحدود، إحنا هنختبركم على الاقتران الكسري. هنعطيكم في الأنشطة واحتمال في النهائي كمان إن شاء الله. نشوف المثال أو السؤال، هو المثال إيش يقول؟ سكتش واضح الخط القلم أوكي. It's the graph of the function f of x اللي بتساوي 1 زائد x تربيع على 1 ناقص x تربيع. طبعا من غير ما يحط لي انا لازم اكون عارف الدومين صح؟ هذا بيقول لي x لا تساوي زائد او ناقص 1، هن اصفار المقام صح؟ طبعا هذا ايش المجال تبعه؟ ار ما عدا اصفار المقام. اي سؤال بعطيك هيك شرط عارف من هذا الدومين، يعني اي اكس ما عدا الواحد وسالب واحد، يعني كل ار ما عدا الواحد وسالب واحد. اوكي، ضروري النقطه اللي احنا بندور عليهم يكون ضمن الدومين. دومين اف هو ار ما عدا سالب واحد والواحد، او لو حطيت زائد او ناقص واحد بنفع، او قلت من سالب منها الى سالب واحد، اتحاد من سالب واحد لواحد، عارفين الفترة كلها.
سالب من النهايه سالب واحد واحد من النهايه، كل هذا في الدومين، بس بنشيل منها ايش؟ النقطتين الواحد وسالب واحد، مزبوط؟ طيب الان بدنا نجيب f برايم اوف x ايش بتساوي؟ واحد ناقص x تربيع على مربع المقام، المقام ومشتقة البسط ناقص البسط ومشتقة المقام سالب. طبعا نقدر نبسطه ولا لا؟ المقام طبعا ما بنفكوش، هان 2 اكس ناقص 2 اكس كتلة ناقص في ناقص، هذه موجب 2 اكس في هذه، بيطلع زائد 2 اكس زائد 2 اكس كتلة، صح؟ فهذه مع هذا وهذه مع هذا بيطلع عندنا 4 اكس على 1 ناقص اكس تربيع كله. هاي المشتقة الأولى، وين المشتقة الأولى بتساوي صفر؟ عند أصفار البسط، عند الصفر. خذ البسط وسويه بالصفر، 4 إكس تساوي صفر يبقى عند الصفر. وين المشتقة غير معرفة؟ عند الواحد وسالب واحد، وهن أصلاً خارج الدومين، صح؟ لكن نحطهم على خط الأعداد. نقول هان 6 أو من غير ما أقول 6، واضح إنه هانا f برايم اوف x تساوي 0 at x بتساوي 0. واضح هذه؟ ليش؟ بلاش 6 هذا ملايز انه 4x بتساوي 0 ومنها x بتساوي 0. لان انا لما باخذ الاقتران زي ما قلنا a على b لما اسويه بالصفر بالضرب التبادلي يبقى a بتساوي 0. A بتساوي صفر، صح؟ يبقى أصفار الكسر هي أصفار البسط، وبالتالي المشتقة بتساوي صفر وين؟ عند أصفار البسط، ومنها أوكي ومنها خلاص؟ also f is undefined at x بتساوي زائد او ناقص واحد اللي مالها ما بنتمنش لدومين الان. ممكن الان نحدد فترات التزايد والتناقص للاقتران، باخذ السالب واحد والموجب واحد وهي الصفر. طيب طلعوا لي على الاقتران المقام، طبعا ممنوع يكون صفر لانه اصلا الواحد وسالب واحد برا الموضوع، صح؟ فايش ما احط جوا حيطلع عندي عشان تربيع حيطلع موجب، مزبوط؟ وبالتالي الاشاره متوقفه على اشاره البسط لانه الموجب ما بغيرش، البسط اللي بغير. اذا موجب على موجب واذا سالب على موجب سالب، يبقى الاشاره كلها مرتبطه بالبسط. فحسب اشاره البسط 4 اكس هذه صفر عند الصفر يبقى على اليمين مشابه وعلى الشمال مخالف، وكل الخط هان على اليمين كله موجب وهنا كله سالب، فبنحط هان موجب وهنا سالب، تمام؟ اذا الاقتران هان متناقص وهان متناقص، هان متزايد وهان متزايد، هذول النقط برا الحسبة لان خارج الدومين، بقدرش اقول عندنا قيمة عظمى ولا فيش، صح؟ الان بطلع عند الصفر ايش في عندي؟ صغرى محلية. هذا بنقول كليرلي، ايش يعني كليرلي؟ من الواضح انه كلير واضح. F has a local minimum at x تساوي 0 where f of 0 ايش بتساوي؟ على اقتران الاصلي عوضوا وين اقتران؟ عوضوا على x بصفر، 1 زائد 0 واحد على واحد ناقص صفر يبقى بتساوي واحد، يبقى صفر وواحد نقطة عندها قيمة صغرى محلية، صح؟ اوكي الحين نروح لايش؟ للمشتقة الثانية.
نجيب now f double branch of x بتساوي هون f branch نقول ايش على مربع المقام اس اب صح المقام اللي هي واحد ناقص اكس تربيع كله تربيع في ار المقام مشتق البسط ناقص البسط في مشتقة المقام هاي بنعملها قوس قوس مرفوع لاس اثنين في واحد ناقص اكس تربيع كله اس واحد ليش تساوي اثنين اكس هذا هيك طيب بتبسط بدناش نضيع الوقت يعني سيد احنا نبسطه مظبوط ولا لا على المشتقة الثانية هنلاقي انه اف دبل برايم اف دبل برايم او اكس هتساوي عنده 4 1 زائد 3 اكس تربيع زائد على واحد ناقص اكس تربيع الكل تكاليف طيب الان نشوف وين المشتقه الثانيه وين بتساوي صفر وين غير معرف الان بدنا ندور على فترات التقاعد مزبوط ولا لا ونقط على الانعطاف اوكي طيب هاي المشتقه الثانيه بتساوي صفر بتساوي صفر عند أصفار البسط. طب إيش أصفار البسط؟ شو اللي سالب؟ الحين ناخذ واحد ها؟ مجموع مربعين مجموع مربعين دائما اكبر او يساوي صفر صح قلت لكم دائما ويساوي صفر فقط في حال ان يكون عددين هذول اصفار يعني لو كانت هذه كمان اكس اكس زائد 3 اكس تربيع ممكن تساوي صفر لكن واحد هل واحد صفر واحد زائد اي حاجه موجبه موجب واحد زائد صفر برضو واحد موجب فهذا المجموع المربعين نسميه مدام واحد عدد مبين يعني 2 3 5 7 10 مربعين لو 9 من 10 مجموع مربعين او مجموع كميتين موجبات عمره ما بيطلع صفر وبالتالي هنا لا اصفار للبسط وبالتالي زي ما مكتوب عندنا واضح انه اف دبل برايم لا تساوي صفر امسح الشقه دي هنا نعم واضح انه اف دبل برايم بنزمع الكلام هذا بنقول اف دبل برايم اوف اكس لا تساوي صفر ليش؟ لان البسط لا يساوي صفر سينس 4 في 1 زائد 3 اكس تربيع هذا ماله اكبر من صفر تماما اكبر تماما من صفر إلا مش مصدقة لو سويتها بالصفر هنقسم على 4 بيطلع عندك 1 زائد 3 اكس تربيع تساوي صفر حتصير 3 اكس تربيع تساوي سالب 1 هذا مستحيل مستحيل عدد مربع يطلع بالسالب صح؟ هذا كبير ويطلع صفر أو أقل قيمة له صفر أكثر من أقل من هيك مستحيل وبالتالي هذا مش إمكاني وبالتالي هذا المضاد بنقول ايش؟ لا يساوي الصفر ها؟ f double prime of x is undefined when at x بتساوي زائد او ناقص واحد وهذا برضه لا ينتهي بالدومين لكن انا الان بدي اعمل اشاره المشتقه الثانيه اشاره المشتقه الثانيه التقاعد هاي عندي هنا سالب واحد والواحد إشارة F دبل برايم هو تقاعد مين؟
تقعر للاقتران، الإشارة للمشتقة الثانية لكن الحكم على الاقتران. طلع على البسط هتلاقوه موجب دائما، يبقى الإشارة مرتبطة في المقام، صح؟ طيب هذا تكعيب، يعني ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب حسب اللي جوه. إذا اللي جوه سالب فهي سالب، إذا اللي جوه موجب فهي موجب. أنا بدي أبحث إشارة واحد ناقص إكس تربيع، صح؟ واحد ناقص إكس تربيع إيش إشارته؟ يعني إشارة هذا كله أصبحت مرتبطة بإشارة الواحد ناقص إكس تربيع. الواحد ناقص إكس تربيع هاي الجذرين تبعوته نفس عكس نفس، صح ولا لا؟ هذا إيش يكون؟ لأعلى، تقاعر لأسفل، لأعلى تقاعر صحيح. طبعا السالب واحد والواحد هذول برا الموضوع. الآن ضل علي أجيب، ممكن أكتب F. إذن F is concave up on سالب واحد وواحد، بقدرش أسكرها لأن برا الضمير خالص. and concave down on سالب من النهاية، سالب واحد اتحاد ممكن أن واحد وما لديه. طيب هل في inflection point؟ لا، لأنه غير متصل عند النقطة، صح؟ F نقول شغلص نقول F has no inflection points. تمام. ضل عندنا الاسيمتوتس، خطوط التقارب. طبعا بحث خطوط التقارب بسيط واحنا بنعرفه، الاقتران زي هذا الاقتران نسبي. معلش يا بدنا ننحف، ها احنا مسح كان المفروض امسح هذا، معلش وكله بده يمسح. على السريع انا عندي اف اكس ايش بيساوي؟ واحد زائد اكس تربيع على واحد ناقص اكس تربيع هيك، صح؟ طيب بدي اجيب واحد على السريع عشان معلش بديش اتاخر. على الهورزنتال بدي اخذ ليميت للواحد زائد اكس تربيع على واحد ناقص اكس تربيع لما اكس تؤول الى موجب او سالب من النهايه، حلاقيه بيطلع عندي معامل بيطلع سالب واحد في الحالتين، صح؟ اذا واي تساوي سالب واحد هورزنتال اسيمتوت، صحيح؟ F doesn't have oblique asymptote، ملهاش oblique لأن درجة البسط تساوي، لازم تزيد بمقدار واحد، صح ولا لا؟ ضل عندي أجيب وين؟ عند أصفار المقام، بدي أخذ الليمت مكتوب عنها، صح؟ بلاقي إنه لما إكس تقول لواحد من اليمين بروح لموجب ما لا نهاية، من الشمال بيطلع برد من يمين بيطلع سالب ما لا نهاية، من اليمين موجب ما لا نهاية وإلى آخره. الآن لما أجي أرسم المنحنى، أول حاجة قال لي عندي السالب واحد في هوريزنتال، هاي عند السالب واحد بعمل هوريزنتال أسيمتوت عند السالب واحد. بلاقي عند الواحد أصفار المقام الواحد وعند السالب واحد في عندي إيش؟ فيرتيكال أسيمتوت، هاي الواحد في فيرتيكال أسيمتوت، عند السالب واحد في فيرتيكال أسيمتوت. كمان لقينا احنا قبل بشويه واحنا بنشتغل على المشتقه الاولى اللي قيمه صغرى محليه عند الصفر، وقلنا صفر وقديش؟ صفر واحد. باجي هاي الصفر وهي الواحد، باجي عند الصفر واحد بيكون عندي ايش؟ قيمه عظمى. هذا المنحنى المفروض انه بيطلع بعمل زي هذا، خطوط تقارب ممنوع يطلع هيها. ايش كمان؟ قال لي في التقاعد عشمال السالب واحد تقاعر لأسفل، وما بين السالب واحد وواحد هاي تقاعر لأعلى، مظبوط ولا لا؟ هذا قبل بيجينا بالصورة هذا، وهذا بيجينا بالصورة تقاعر لأسفل، تقاعر لأسفل وبينهن تقاعر إلى، تمام؟ يعطيكم العافية، بكفي العافية.